أمينك ربنا. طب سمسم، انا كنت عايزه اسالك سؤال تاني. من وجهه نظرك بقى، انه اغاني المهرجانات حاليا بتمثل الغناء الشعبي ولا فيها من الغناء الشعبي، ولا بعيده، ولا ايه وجهه نظرك فيها؟ احكي لي. هو بصراحه يعني انا يعني السؤال سؤالك على راسي يعني، بس انا الناس دي يعني الطريقه بتاعه الغنى دي بصراحه انا ما بحبهاش. يعني دخلت على اولادنا لغه البلطجه، دخلت على اولادنا لغه اللا نظام واللا ادب. في منهم ناس بيغنوا كويس يعني، اصوات يجي منها تمام، لكن هما بيغنوا كلام وحش. انت بتتكلم على كلمات المهرجانات مش حلو، والمزيكا نوع المزيكا دي ما فيهاش فن، دي مزيكا عباره عن بيت قوي للرقص بس، فالناس ما بتسمعش بودنها، الناس دي الناس بتسمع بوسطها. لا، الفن للودن مش للوسط. يعني انت شايف ان الفنان الشعبي او الاغاني الشعبية حاجة، ومغني المهرجانات حاجة تانية خالص. احنا ما نقدرش نقول على مغني المهرجانات بتاعت الايام دي ان هو مطرب شعبي، يعني بالنسبة لي انا مش عدوية ومش لا طبعا. ده عبد الحليم كان بيغني العدوية، كان بيحب احمد عدوية، ام كلثوم كانت بتحب محمد قنديل، بيحبوا الاغاني الشعبية طبعا. بس لان كان مع احمد عدوية وكان محمد قنديل بيغنوا ايه، حتى لو كان لأي حد فينا كمطرب شعبي ليه غنوة ساقطة في تاريخه، لكن كل تاريخه كويس. لكن بعكس ما تكون كل تاريخك سقطات وعندك أغنية كويسة. الجمهور هيقول لي دلوقتي بقى، لو سمسم شهاب نفسه جاله أغنية مهرجانات هتغنيها؟ أنا جالي أكتر من عمل و لا هتنجحك وهتعمل بوم. هي أغاني المهرجانات طبعا بتعمل بوم دلوقتي. هي مبدأ وكلماتها مش عاجباك، مش هتوافق عليها؟ ولا كلمات. بص حضرتك، نوع المزيكا دي انا معترض عليه. انا اقدر اعمل مزيكا للناس ترقص عليها وتتبسط وتفرح، بس تبقى فيها مزيكا، الموزع يبدع يتمتع وهو بيحط التراكات كده، المهندس الصوت وهو بيعمل الميكس بيتمتع بالمزيكا، المستمع لما يشغل في الكاسيت العربيه يسمع مزيكا، مش سامع دب طخ وحلل عماله تتكسر. لا، مش دي المزيكا. لا، المزيكا مش كده. طب قولي مين من اللي طلع الايام دي عجبك في الاغاني الشعبيه؟ لا، في كتير ناس محترمين زي مين؟ طب ايه رايك في حسن شاكوش؟ لا طالق. اوكي، طب مين اللي عجبك طلع الايام دي؟ لا، في ناس كتير جدا كويسين جدا يعني انا مش متابع حد بعينه. لا، كلهم انا بحبهم. انا بحب طبعا احمد شيبه جدا، احمد صديق عزيز، فنان جميل ونجاحاته يستحقها بصراحه. يستحق. طب مش بيقول مهرجانات؟ احمد سعد. لا، احمد عمل مهرجان غنى اغاني اعلانات. حضرتك دي كانت اغنيه الاعلان لشركه، مش فرقه، لشركه. تمام. وطبعا اعلان باجر، فبيروح بيعمل طبعاً الاعلان عادي. فده امر وارد يعني. لكن احمد شغله العادي، لا احمد ما شاء الله عليه. اختياراته بتعجبك؟ هو كله على بعضه كبني ادم جميل ويستحق، وتعب تعب ويستاهل هو فيه. احمد سعد نجم جميل، بيغني يعني، الواحد بيقعد يسمع ناس بتغني، حاجة ممتعة، محدش يختلف على الناس دي. طبعا. محمود الليسي، محمود كويس جدا وناجح ما شاء الله، ونجم بقاله كام سنة، الله أكبر، ربنا يوفقه ويزيده. أيوه. بغض النظر عن أنه بيغني أغاني فرح أكتر من أغاني الدراما، بس هو الناس حباه في اللون ده جدا وهو ناجح فيه جدا. صح. فربنا يكرمه. في كتير قوي موجودين كويس. رضا البحراوي، رضا كويس جدا، بيغني كويس قوي، وبيغني موال شعبي زي الفل، جميل. في كتير كويسين، الواحد انا بحب اسمعهم. نفسيتك حلوه والله يا استاذ. انت روحك جميله مع اصدقائك. لا الحمد لله، اصل يعني دي ناس كويسه، وانا ما انكرش على حد كويس فضله. صح. حرام. لكن لما يجي حد انا مش مقتنع بيه، لو انا اتكلمت عليه كويس ابقى انا بواري، فده مش صح، ده مش لا صح، مش كويس.